النسخة من الكليب. يا فندم اللي حصل ده أكيد مؤامرة خارجية. حد جاي من بره اسكندرية. مش ببرر فشل يا فندم، أنا متحمل المسؤولية. يا فندم أنا حبيت بس أعرف حضرتك إن لا يمكن يكون ورا الحادثة دي أي عنصر من العناصر المرصودة جوه اسكندرية. كله يا فندم تحت المراقبة. يا فندم حتى اللي بعد المراجعات ووقفوا عنف مش عاطين حد أمان خالص، كله متراقب. يا فندم أكيد من بره اسكندرية. أنا مش ببرر. أنا لو ما وصلتش يا فندم للي ورا الحادثة دي أنا هقدم استقالة فورا. معاك يا فندم. فعلا يا فندم هي مذبحة. بس يعني اللي ماتوا كلهم 18 مش ميات زي ما بيقولوا. مش ببرر يا فندم والله. أنا آسف يا فندم. آسف. نعم يا سي زفت. مش ناقصاك خالص. عمال تتصل بيها بقالك ساعة. في ايه؟ طبعا ما جبتش الواد واداك على قفاك. انا مشغل معاه بهايم. عايزيننا نبقى الاف بي اي ونتنبأ بالحادثة قبل وقوعها وانا معايا بهايم. سيادتك شوف اللي جوه الشنطة الأول بس يا فندم. فيها ايه الشنطة؟ جايب لي غياراته؟ اعمل بقى ايه؟ غور من قدامي دلوقتي. يا فندم لو سمحت شوف اللي جوه الشنطة وسعادتك هكافئني إن ما ضربتش على الواد نار ولا قتلته. كان زمانه سر اتدفن معاه. طيب يا سيدي وريني اللي في الشنطة. وإياك تطلع حاجة تافهة، هطلع غل كله فيك. يبارك فيك يا باشا. ما تصحش يا باشا. اقعد. تشرب ايه؟ ما تصحش يا باشا. العفو يا باشا. خلاص سكرك كام؟ 3 معالق. بعمل لك النسكافيه. عايزك تركز معايا بقى. عايزك تحكي لي كل حاجه حتى لو شايفها تافهه. قلت لي كان في حد فيهم خراط ولا كلهم ميكانيكيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك يا جامد؟ مفيش اسماعيل. مفيش اسماعيل. وانا اللي قلت ان انت هتيجي مبسوط ومزقطط وفرحان وعامل دماغ. اوعى يكون الحاج شافكم. هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. ما انا قلت لك لو كنت رديت عليا وسمعت نصيحتي لوجه الله ما كانش كل ده حصل. طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه في ايه يا اسماعيل بس يا اخي؟ انا جاي تعبان وعايز انام. سيبني في حالي بقى. ماشي ماشي سيبني في حالي دلوقتي يا اسماعيل. ماشي وانا اللي قاعد قلقان وبهر وانكت في نفسي دلوقتي. مفيش اسماعيل. ماشي خلاص. طب اسال احمد كده لما اتكلمه انا كنت قلقان عليك قد ايه. احمد مين؟ احمد اخويا؟ ما هو قاعد يكلمك لقى تليفونك مقفول. جه على هنا وكان شكله كده مش طبيعي ومقلق. كان عايز الشنطه اللي سابها لك امبارح. عاصم قفش عليه وما كانش عايز يديها له. بس ما تقلقش انا وقفت معاه واديته الشنطه عشان يلحق يسافر رشيد. امتى حصل الكلام ده؟ ده من يجي ساعتين. ما انت طبعا نايم في العسل ومظبط حالك يا معلم. مظبط ايه وعسل انت راخر؟ انا ناقصك. استنى اما اكلمه. على فكره يا ولد عم اخوك عمل عركه كبيره تحت. كنت واقف انشر خلاجاتي بصيت لقيت صوت عراج جاي من تحت ولقيت اخوك بيجري على عربيه وطلع طلع امريكاني. بعد شويه لقيت واحد بيجري وراه بمسدس بس ما لحقوش يعني. مسدس؟ الله اكبر. أبو الهول سكت ظهراً ونطق تخريفاً. أنا كان قلبي حاسس إن الراجل ده بيشرب بانجو في السر.
ادي مش قلت لك مالكش صالح فين يا ابو عمو؟ انا كلمتك؟ انا عم اكلم الباشمهندس. طب ما قلتليش ليه يا عبد الرحيم؟ واقول لك ليه؟ انت صالحك ايه بالحكايه دي يعني؟ كنت هتعمل له ايه؟ انا قلت اقول للباشمهندس بس عشان اطمن على اخوه. على فكره يا باشمهندس اخوك ده طلع واعر جاي في السواقه، طلع ولا الافلام. احمد موبايل مقفول يا اخي. لا ده مرض وراثي في العيله بقى. مالك يا حوده في ايه؟ ما تقلقش. الجدع اللي اسمه عبد الرحيم ده دماغه في الليمون يعني ما تاخدش على كلامه، زي ما قال لك عاصم كده يسكت يسكت وينطق تخريف، وبعدين مسدس ايه وامريكاني؟ احنا عايشين في شيكاغو. يا عم عبد الرحيم بيتكلم صح، وانا جاي الدنيا كانت مقلوبه، وسمعتهم في الميكروباص بيقولوا ان في كنيسه جنبنا انفجرت، المباحث والمخبرين مرشقين في كل حته تحت، دول شافوا بطاقتي 3 مرات. ايوه بس احمد ماله ومال الكلام ده؟ ده لسه عيل. هو صوت الفرقعه اللي كان من شويه ده صوت انفجار كنيسه؟ ايه ده هي لا تكون مبسوط وفرحان. اعوذ بالله يا اخي هفرح على ايه؟ قالوا لك عليا جزار. هو بكره بقى هيقرفونا انا واللي زي، وتفتيش وقرف في اللجان واستدعاءات للمديريه وشوف بطاقته، حاجه توجع القلب بالظبط زي ايام كنيسه محرم بيه. انت يا بني ادم انت ايه؟ ما عندكش دم؟ بيقول لك في كنيسه انفجرت، يعني اكيد فيها ناس ماتوا. ده بيقول لك فوق ال 200 واحد ماتوا. ما احنا معزولين عن العالم بالدشمه اللي احنا عايشين فيها دي. شايف؟ بيقول لك فوق ال 200 ماتوا، وانت كل اللي همك هيحققوا معايا، هيوقفوني في اللجان. انت يا بني ادم انت ايه؟ انت ما عندكش دم، انت بني ادم عجيب اصلا، ما تتعاطف مع الناس اللي ماتت حتى. والله انت مالك يا اخي؟ مالك ومال؟ عايز مني ايه؟ ها؟ اقعد صيح عليهم دموع انت لو عايز، اقعد. لكن تسيبني في حالي. وبعدين ايه القرف ده؟ مش كفايه اني عديتك اللي انت عملته لما اخوه جه ياخد الشنطه؟ هو ده احمد في حاجه؟ لا بس ما كانش عايز يديله الشنطه، اصل البيه انت ما تعرفش، ده نصب نفسه امير للشقه واحنا ما نعرفش. لما بقى يستدعوك في المديريه ويحققوا معاك او يوقفوك في اي لجنه، يبقى قول لهم انا امير الشقه عشان يعاملوك معامله الامراء ويدوك المنفخ الاميري. يا ترى انت فين يا احمد؟ ايوه كده تمام، ده حتى لما يحاولوا يعملوا تتبع مش هيعرفوا يوصلوا لك. وانا بكره وانا جايه لكم الفيلا هجيب لك معايا شريحه جديده. لا بلاش، انا متاكد انهم هيراقبوكي عشان يوصلوا لي. ما تخافش عليا بقى، ده انا بقيت متدربه. انا عشان اقابل شادي غيرت 5 تاكسيات. حبيبتي النهارده مش مقياس، هما ملخومين باللي حصل في الكنيسه، اول ما يشوفوا اللي في الشنطه مش هيهدوا غير لما يوصلوا لي. وانت عارفه بقى هيثم، انت اول حد هيفكر فيه عشان يوصل لي. وايه الشنطه جات له على الطبطاب؟ يا عم انت مكبر الموضوع ليه؟ الشنطة دي ملهاش أي قيمة قانونية أساسا، كل اللي فيها شوية كتب وورق مطبوع من على النت وصور، يعني ما تعملش ربع قضية محترمة. الحمد لله إن اللابتوب كمان ما وقعش في إيديهم. لا فدي بقى ما تقلقش، ده أنا خبيتهولك ورا دولاب شامل شخصيا، آخر حتة ممكن تخطر على بالي. أول ما الدنيا تهدى هجيبهولك واجي. مش عارف، قلبي لسه مقبوض، حاسس إني دبست الواد محمود معايا. يا عم هو ماله أصلا؟ ده أنت أنقذته فعلا. تخيل بقى لو كان لقيوا الشنطة دي عنده في البيت، كان هو شال الليل. ما تنسيش تروح الورشه بكره وتطمنيه ان انا كويس. كان نفسي اكلمه بس خايف يكونوا مراقبين تليفونه هو كمان. حاضر هروح له بكره الصبح.